الفوز، تبحث عن الانتصار. الله 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 الله، الاسماء القويه، ولكن اللي اكتبي على الصداره على المركز الاول شاهينيه، مبارك بسيب ساري اللي اكتبي على الصداره. شوفوا هذا المنظر، الله الله الله، جباره جباره جباره. ومن الجانب الاخر الدكتوره والمتدخلات، هنا وصلنا الى خط النهايه. هذا المنظر الجميل، لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ كلهن سبق، كلهن سبق، كلهن ما شاء الله. اذا تهانينا تهانينا والناموس. يا سلام، خمسه بكار في موقع واحد، خمسه بكار في موقع في ثاني المراكز من الخروف. مبارك بن سيف الاكتبي وصل في هذه اللحظات وانتقل الى المركز الثاني، ولكن اعود مع الصداره، اعود مع الانطلاق، اعود مع المسار الاول، مع الرقص الجميل، الاداء المميز، العروض المميزه الذي يقدمها المزعل. واسعد الله صباحك يا مالك مزعل مبارك بن مظفر بن محمد بن خموش العامل على هذا الفوز والانتصار بهذا الشوط. هو الشوط الاول، المركز الثاني من اتال الخروف مبارك بن سيف الاكتبي، المركز الثالث لطام سعد بن سويد بكرال المنصوري. الصداره المقدمه ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الهير الهير الهير. اسعد الله صباحكم يا هالي الهير، وسلام يا هالي الهير. منذ هذه اللحظات، منذ هذه اللحظات بهذا الاندفاع الجميل مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. اذا هذه العقرب، العقرب يا سلام. اذا العقرب هنا تلسع هذا الشوط وتذهب المركز الاول. تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك العقرب محمد بن سالم بن عبيد وظفير العامل، المركز الثاني صالح بن سعيد بن العاري المري، المركز الثالث هناك اعود مع المقدمه، اعود مع دمعه يا سلام، دمعه على مقدمه الشوط، الاقرب للفوز، الاقرب للناموس حتى هذه اللحظات. تعود الوكيل محمد بن سالم بن خلفان المنصوري، هي على مقدمه الشوط، غادرت الجميع، انطلقت انطلقت الفوز، انطلقت انطلقت الناموس، انطلقت الانتصار بهذا الشوط. مشكور مشكور يا محمد يا بن سالم يا بن خلفان المنصوري على هذا الفوز والانتصار، واسعد الله صباحك على هذا الانطلاق المميز والاداء المميز. تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدي الكرام دكتوره مرحبا راشد بن حبيب، المركز الثاني جميله تتواجد بمدينه العين دار الزين، ما شاء الله، مشكور على هذا الاداء الجميل والمثير، ما شاء الله، مشكور مشكور. اذا هذا هو الشاهين محمد بن غزول بن سلم بن حمرور العامري، يعلن هذا الفوز، يعلن هذا الفوز. تهانينا والناموس ولحظات الوصول هنا عند خط النهاية. أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور ولحظات الوصول هنا لشاهين المركز الثاني. هنا الأسد سليمان بن حمد سليمان الجبلين، المركز نعلم أول نداء للحذرة، هي في ثاني المراكز وعينها على مقدمة الشوط، غيرت من سمعة الزقري الفلاحي، ولكن الصدارة وين؟ الصدارة والمقدمة هناك، الصدارة محشيمة، أحشيمة والحذرة، أحشيمة الأقرب للفوز، الأقرب للناموس، الأقرب للانتصار، أحشيمة تعود الملكية، حمدان بن محمد بن خليفة العميمي، مشكور يا العميمي مشكور، مشكور يا العميمي مشكور، واسعد الله صباحك يا مالك حشيمة حمدان بن محمد بن خليفة العميمي، المركز الثاني، عيسى بن مطل الفلاحي المركز الثالث. مشاهدينا الكرام على الصدارة، على المركز الأول ما شاء الله، تبارك الله يا المطوع على الصدارة. ما زال يقدم الجذابه، ولكن هنا في ثاني المراكز اللي هي الشامخه عبد الله بن خلفان بن علي الرفيس الاكتبي يتواجد في ثاني المراكز، ولكن التهاني والناموس، التهاني والناموس لمالك الجذابه علي بن فراج المري. واسعد الله صباحكم يا هالي الشحانيه على هذا الفوز، تهانينا تهانينا ولحظات الوصول، وصول الجذابه، وصول الجذابه، تهانينا ناموس. المركز الثاني وصلت الشامخه عبد الله بن خلفان بن علي الرفيس، المركز الثالث سبق هناك هملول سيف بن محمد بن خادم المنصوري، ووصول وصول من الاسد، الاسد وصلكم، الاسد تعود الملكيه، عيسى بن مطر الفلاحي، وايضا في هذه اللحظات من ياتي نشوان مبارك بن علي بن مسلم المنصوري. يا سلام، الاداء مميز، العروض مميزه، ولكن المقادله تحدث، المقادله تحدث مع المركز الاول، هناك مع سلام خليفه بن محمد بن زاهر الخيلي. اسعد الله صباحك يا بن زاهر، اسعد الله صباحك يا خليفه يا بن محمد يا بن زاهر الخيلي على هذا الفوز والانتصار، لحظات الوصول مع الفوز والناموس. المركز الثاني عيسى بن مطر الفلاحي، بدأت الأسماء، ولكن النعيمي 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 بيغير النعيمي الأمور إلى صالحه مع الشاهينية حميد بن عبيد بن سالم. النعيمي هو في الصدارة في المركز الأول، وغير إلى الصدارة إلى المركز الأول، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل مع الصدارة الشاهينية حميد بن عبيد بن سالم النعيمي. إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، تهانينا تهانينا والناموس.
اهالي راس الخيمه، اسعد الله صباحكم بالورد والفلة الثانيه الغزيه لسلطان بن علي بهوني. ثالثا وثلاثا مع الرقص الجميل، الرقص المميز، ولكن حذاري حذاري من الطائف، الطائف قادمه بكل قوه، غيرت الامور، غيرت الامور، انتزعت المهمه، انتزعت ناموس الشوط، تبي تهدي الفوز، تبي تهدي السلامات الى اهالي السلطنه في هذا الشوط، ما شاء الله وتبارك الله. الطائف واشتباك، الطائف، الطائف غادرت، انطلقت، انطلقت الفوز، انطلقت الناموس، انطلقت الانتصار. مشكور، مشكور يا مالك الطائف. مشاهدينا الكرام، هو من يملك الطائف عبد الله بن سعيد بن سلطان الغفيلي، المركز الثاني اشتباك تعود الملكيه عبد الله بن منصوري. وهنا الاسماء القادمة في هذه اللحظات، وصل شعار مربوش حميد بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى ما غير الجميع، أعود هنا إلى الخوار راشد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. ينطلق إلى مقدمة الشوط، ينطلق إلى مقدمة الشوط، الله 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 المنصوري، ولكن بن عمير، بن عمير مربوش حميد بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي، تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما من وصل ثانيا في هذه اللحظات اللي وصل اللي هو الخوار، الثنتين غادرا عن بقية المراكز بقيادة صوغة. بالمركز الاول صوغه سعيد بن مطر بن حمد الرميثي، ولكن شديده، شديده وصوغه، صوغه شديده. الفوز لمن؟ الناموس لمن؟ معك يا رميثي، الانتصار معك، الفوز معك، الناموس معك، حتى هذه اللحظات ما شاء الله وتبارك الله على هذا الاداء المميز والعرض الذي تقدمه صوغه. تهانينا، تهانينا والناموس لمالك صوغه سعيد بن مطر بن حمد الرميثي. لحظات الوصول معلنه الفوز والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام حمد بن راشد بن سعيد مر، المركز الثالث سهيل بن محمد الحب العام، المركز الرابع شابل المري. يا سلام، هو من يملك النمر علي بن راشد بن شابل المري على مقدمة الشوط، الأقرب للفوز، الأقرب للناموس، الأقرب للانتصار. المركز الثاني الترس من يتواجد، وأيضا قدوم من شاهين عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي قادم بكل قوة. أعود مع المقدمة، أعود مع الصدارة، النمر وبالفعل نمر، النمر غادر، انطلق، انطلقت الفوز، انطلقت الناموس، الثاني والناموس العلي بن راشد بن شايل المري. ومشكور يا بن شايل، مشكور يا بن شابل، بن شابل مشكور، مشكور يا علي بن شابل المري على هذا الفوز. المركز الثاني حميد بن مطر بن جميل، ويذكرني بحبشان، يذكرني ايضا بمصيحه، يذكرني بسرابه، يذكرني بالاسماء القويه. ولكن السلام وين؟ السلام الى ند الشبا، هناك وين ما يسكن سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. تهانينا، تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك يا رميثي لتضيف انجاز اخر هنا في سجلاتها. قبل اسبوعين حصلت هنا على المركز الاول لتضيف هذا الانجاز. تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك يا رميثي على فوز الهود سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. ما شاء الله تبارك الله، عند خط النهاية بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز عزم أن يهدي الفوز والانتصار في هذا الشوط. مالك علي بن سعيد بن علي الزرعي القادم من السلطنة ليشارك خصيصا في هذا الشوط ويهدي الفوز إلى أهالي السلطنة كافة. مشكور، مشكور يا مالك عزام علي بن سعيد بن علي الزرعي على هذا الأداء المميز والرقص الجميل المميز الذي يقدمه مشاهدي الكرام عزام بدون أي منافس، بدون أي منازع. مشكور يا الزرعي، مشكور. تهانينا والناموس علي بن سعيد بن علي الزرعي المركز الثاني. مناطق في ثاني المراكز مشاهدينا الكرام. الحين ايش جاز بن محمد، ولكن بن عمير وصل، وصل بن عمير في هذه اللحظات ليقدم الشاهينيه. احمد بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي اول لدى ايضا، وصلوا من الزحف من الخلف والى الامام. ولكن هملوله ما شاء الله تبارك الله، هملوله على صداره. ساري بن مبارك بن علي المنصوري على صداره الشوط، وبن عمير واصل مع الشاهينيه على ثاني المراكز، ولكن الصداره مع هملوله، الانطلاق مع هملوله. تهانينا والناموس لمالك هملوله، لمالك هملوله ساري بن مبارك بن علي المنصوري في هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني وصلت الشاهينية حميد بن مطر بن عمير الشامسي ثالثا اللي تصل هناك. وعين على مقدمة الشوط، أعود مع المقدمة، أعود مع الانطلاق، التغيير طرى وجرى إلى مقدمة الشوط. يا سلام شاهين، ما يبنى لطاري إلا في الأمتار الأخيرة، أعلن الإقلاع، أعلن المغادرة. يا سلام يا القابري، سلام، سلام يا القابري، سلام. مالك الشاهين ناصر بن راشد بن سعيد القابري، وسلام غشابة، سلام القادم من غشابة هنا يتواجد هنا عاصمة الميادين مشاهدينا الكرام. والثاني والناموس لمالك شاهين ناصر بن راشد بن سعيد القابل المركز الثاني العرياني. مبارك بن عبد الله السعيدي غير 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 الى الصدارة، وانطلق، انطلقت الفوز، انطلقت الناموس القادم من ساحل الباطنة هناك للمشاركة، من المشاركة واتى هنا خصيصا ليشارك في هذا الشوط. اذا ما شاء الله تبارك الله، تهانينا، تهانينا والناموس
فوز على هذا الفوز، لحظات الوصول، سلام الباطنة بأكملها، سلام على هذا الأداء، سلام السلطنة، تهانينا لحميد بن مبارك بن عبد الله السعيدي على هذا الفوز ولحظات الوصول، بينما المركز الثاني وصلت اللي هي بلقيس للسيد راشد الخميس العمري والانتصار. ولكن حذاري حذاري يا حرب، من القادم هناك؟ من يتواجد؟ جزيل، جزيل وحرب، حرب وجزيل، جزيل قادم، جزيل قادم، يا سلام يا سلام، أداء مميز، عروض مميزة، حرب وجزيل، حرب في صراع قوي، صراع الناموس، صراع الفوز، حرب حرب حرب، جزيل حرب حرب حرب، وبالفعل حرب في هذا الشوط، حرب الناموس، حرب الفوز، حرب حرب، مشكور يا ملك حرب، مشكور يا ملك حرب، يا مسلم يا بن علي يا بن دري المنصوري، أداء مميز يا مالك حرب. المركز الثاني جزيل، ما شاء الله تبارك الله، انطلق الحرسوسي، انطلق لينضم مع النواعس، النواعس النواعس، ولكن هنا شاهينية، الشاهينية والنواعس، الشاهينية والنواعس، الله 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 الله، شوط الختام، شوط الختام، ليعيد السيناريو الشوط الأول، هنا النواعس وهنا أحمد بخلفان بشاهين ينطلق، ما شاء الله، سلام الوثبة، سلام سلام الوثبة، سلام، تهانينا والناموس لأحمد بخلفان بشاهين بخلفان المزروعي، والتهنية أيضا لشاهين بخلفان المزروعي. المركز الثاني شاهينية عبد الله بن حمد الحرسوسي، والمركز الثالث وصلت هناك ثالثا